أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم ترك التداوي من الأمراض التي يكون مع تركها الموت المحقق كأمراض الفشل الكلوي أو معالجة انسداد الشرايين ونحوها مما تيسر علاجه في هذا الزمان، فهل يجب عليه العلاج أم لا؟ ما يجب العلاج عند الجمهور، ما يجب، إنما هو مباح وله أن يتركه. وأما قوله أنه يفضي إلى الموت المحقق فما هو صحيح، ما هو صحيح، قد يشفيه الله سبحانه وتعالى. وكم من مريض بلغ سن يعني أيس منه الأطباء وأيس منه وشفاه الله عز وجل. أما أنه قال هذا المرض أنه يفضي إلى الموت قطعا فهذا غير صحيح. نعم. وإذا مات الحمد لله على ملة الإسلام. نعم.